اهلا بحضراتكم في متابعه اخباريه للاحداث النهارده في مصر في ظل دعوه ما يطلق عليه تحالف دعم الشرعيه لمسيرات وتظاهرات في القاهره وفي محافظات مختلفه. اختاروا اسم المسيره المفروض انها تنطلق من محيط عده مساجد في القاهره والمحافظات المره دي تحت اسم جمعه صمود السويس طريقنا للقدس. كل جمعة طبعا بيبقى ليها اسم معين بناء على أحداث وفعاليات تمت في هذا الأسبوع، والمرة دي كانت القدس ليها مساحة في الاسم اللي بتخرج تحته مسيرات وتظاهرات النهاردة في شوارع مصر. التحالف أعلن في بيان لي عدة فعاليات سيقوم بها في الأيام القادمة، بيتقدم هذه الأيام يوم 4 نوفمبر. البيان قال أنه يوم 4 نوفمبر هيكون في تظاهرات مختلفة في أماكن متفرقة، خاصة أمام السفارات، أمام مراكز حقوق الإنسان، أمام القنصليات، وفي شوارع مختلفة في القاهرة. الحقيقة أنه 4 نوفمبر بالتزامن مع بدء محاكمة مرسي بتنطلق هذه المسيرات، وبناء على هذا اليوم كان البيان لما يطلق عليه تحالف دعم الشرعية. من المتوقع أن المسيرات تخرج من أمام مسجد الاستقامة ومسجد خاتم المرسلين بالعمرانية ومن جامع مصطفى محمود ومن ميدان لبنان وميدان سفنكس ومن المساجد الرئيسية في مدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع الخامس وفي حلوان وفي المعادي، يعني الأماكن المتشابهة والمساجد اللي تم اختيارها علشان تكون هي نقطة الانطلاق للمسيرات هي الأماكن وهي هي المساجد. والجمعات السابقة كان طبعا زي ما تابعنا ولاحظنا كان فيها تراجع كبير في القدرة على الحشد، كان في تراجع في المسيرات في الشوارع، والنهاردة احنا بنتابع مع حضراتكم المشهد. من المتوقع ان اسكندرية وبني سويف والفيوم والمنيا وإنا والمنصورة تخرج فيها أيضا مسيرات بناء على دعوة ما يطلق عليه تحالف دعم الشرعية. على فكرة هو الجرايد النهاردة في عناوينها الرئيسية بتتحدث عن هذا التحالف بأنه تحالف يشهد نوع من التصدع، تصدع في قدرة على الحشد، في بيانات بيصدرها من فترة إلى أخرى، التصدع أيضا بناء على أن الجهاد بتعلن عن تراجعها في التمسك بعودة دكتور محمد مرسي، وهي الدعوة اللي بتطرحها دائما في مسيرتها ومظاهرتها وبياناتها جماعة الإخوان، وبالتالي كان جماعة الإخوان لها تصريح ورد على ما قالته الجماعة الإسلامية والجهاد بأننا لسنا ملتزمين بأي مبادرات. خلينا نعرف المشهد بشكل أكثر تفصيلا مع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ أحمد البان. مساء الخير يا فندم. أحمد بان يا فندم، أحمد بان مع حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد. حضرتك يعني في متابعتك للبيانات الصادرة من ما يطلق عليه تحالف دعم الشرعية، شايف أنه الأهداف فيها تراجع، فيها اختلاف المطالبات اللي بتخرج بيها المسيرات النهاردة؟ لا، هو في حقيقة الأمر جماعة الإخوان لازالت تصر على قراءة خاصة لصراعها مع الدولة المصرية، هي تخوض هذا الصراع الآن، وهي قد خسرت الظهير الشعبي ممثل في الشعب المصري الذي فقد الثقة تماما في هذه الجماعة وتعرف على قدرتها في الحكم عبر عام. تصدع هذا التحالف الإسلامي الذي بدأ في البداية محاولة من الجماعة لأن تتمدرس خلفه للإيحاء أمام الداخل والخارج بأن المعركة ليست بين الإخوان وبين الدولة، وإنما بين تحالف واسع والدولة من جانب والدولة المصرية من جانب آخر. هذا التحالف تصدع بفعل عدم قدرتهم على الصمود حتى 25 يناير القادم. الجماعة تريد استمرار الفعاليات في الشارع على أمل أن تعيد إنتاج مسار ثوري جديد يعيد تعويمها في الحياة السياسية من جديد. بطبيعة الحال تراجع التأييد والدعم الغربي ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية انعكس على أداء الجماعة ووسموا بشكل من أشكال العصبية الزائدة، تراجع قدرة الإخوان على الحشد في الشارع سواء حشد قواعدهم، هناك حالة من حالات العصيان المدني الهادئ
داخل قواعد جماعة الإخوان هناك حالة رفض لهذه القيادة التي أودت بها إلى ما وصلت إليه، وبالتالي الجماعة تمضي الآن في هذا المسار وهي عارية تماما من أي دعم سواء من معظم قواعدها أو من التحالف السلفي أو الإسلامي حولها أو حتى الدعم الغربي الذي تراجع كثيرا وبدأ منحصرا في محاولات التنظيم الدولي لتقديم دعم إعلامي للجماعة عبر بعض الوسائط الإعلامية في الخارج أو عبر شراء مساحات في بعض الصحف العالمية كما حدث في الجارديان وغيرها. لكن في المجمل لن يقرر مصير مصر سوى أبناء هذا الشعب، والشعب أدرك هذه اللعبة التي حاولت الجماعة أن تخدعه من خلالها، وأعتقد أن تصرفات الجماعة بدت يائسة وبائسة ولن يترتب عليها شيء في الحقيقة. إلى أي مدى يعني سيبقون على التمسك بما أطلقوا عليه مطلب الشرعية الدستورية، خاصة بأن هناك يعني اختلاف وتصدع في ما يطلق عليه تحالف دعم الشرعية؟ هي أزمتهم الحقيقة أزمة مع قواعدهم، لأن هذه القواعد تم شحنها وتعبئتها نفسيا في اتجاه عودة الرئيس. الرئيس سيعود بعد أسبوع، سيعود هذا اليوم. هذه الحالة من حالات التعبئة النفسية والشعورية لقواعد الجماعة هي المأزق الحقيقي الذي تعانيه الجماعة الآن. فبعد أن حلقت بهذه القواعد في السماء لا تستطيع أن تصل بهم إلى الأرض، وهذه أزمة هذه القيادة القضية التي تمتعت بعمى استراتيجي كامل طوال إدارتها للصراع مع الدولة، مما يعني دفعها إلى هذا المأزق الذي تعانيه الآن. طيب جمعة صمود السويس طريقنا للقدس، يعني ممكن حضرتك تفسر لنا اختيار هذا الاسم لخروج المسيرات النهاردة؟ هو يأتي في نفس السياق. السويس كانت نقطة انطلاق ثورة 25 يناير. هم يعتقدون أن السويس ممكن أن تكون منطلق لثورة جديدة تعيد تعويمهم ووضعهم في صدارة المشهد السياسي من جديد، وهذا وهم كبير تعيش فيه الجماعة، لأنها تماما كنظام مبارك لديها مشكلة في فروق التوقيت، لا تدرك أن الواقع والسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي اختلف تماما عما كان عليه في السابق. طيب ليه في دعوة لاقتحام ربعة والنهضة اليوم من هذا التحالف؟ هناك دعوة لأن ربعة مثلت لديهم أيقونة ورمزية هم يحاولون المتاجرة بها، المتاجرة بدماء من سقط من الضحايا. هذه المظلومية التي في أجزاء كبيرة منها بدت مظلومية من صنع التنظيم لكي يردع وعي قواعد الجماعة عن فكرة المساءلة والمراجعة، فقطعوا على هذا الطريق بفكرة الدماء، وهم يصرون على المضي في طريق الدماء ليبقى رادعا أمام هذه القواعد أن تراجع هذا المسار، أن تراجع هذا الأداء، وبالتالي تتيح مساحة لمحاسبة ومساءلة هذه القيادات التي تضررت بفعل ممارستها حقيقة الدعوة الإسلامية وحتى الوطن. اختيار الشباب، اختيار الطلاب، الحرم الجامعي للحشد لتنظيم تظاهرات ومسيرات، يعني في رأي حضرتك إلى أي مدى ستنجح جماعة الإخوان في أن تحشد التظاهرات من خلال العملية التعليمية، من خلال الجامعات تحديدا جامعة الأزهر ومن خلال الشباب بشكل عام؟ هي الجماعة بنت عبر سنواتها الأخيرة تنظيم قوي داخل الجامعات المصرية، خصوصا في جامعة الأزهر، إضافة إلى النقابات المهنية، ستسعى لتحريك هذه القواعد الجماهيرية من أنصارها في هذه التجمعات، سواء كان الجامعات المصرية أو النقابات المهنية والروابط المهنية، بهدف تحريكها في الشارع لكي تعوض غياب التعاطف الشعبي مع الجماعة وطروحاتها السياسية، وبالتالي هي ستكثف من حركة هذه المجموعات المخلصة جدا لخط الجماعة والمؤمنة جدا بالقيادة دون وعي أو روية. وهذه المجموعات تربت معظمهم، تربى فيما يسمى بتنظيم الأشبال، وأصبحوا يعني ذوي عقول مغلقة إلى حد ما، يؤمنون بالقيادة إلى حد بعيد، وبالتالي يسهل توجيههم في أي معركة وتوظيفهم في أي معركة سياسية. بشكر حضرتك أستاذ أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. طبعا أمام الدعوات دي في
استعداد وتكثيف من أجهزة الأمن في القاهرة وفي الجيزة بالتنسيق مع القوات المسلحة في محاولة للتصدي إلى أي تجاوز أو انتهاك لحقوق المواطن أو اختراق للمشهد السلمي في الشارع المصري، وده عن طريق وضع متاريس حديدية، أسلاك شائكة، سيارات أمن مركزي وأخرى مصفحة ومدرعات في مداخل ميادين هامة، وتم إغلاق ميدان رابعة. طبعا ميدان رابعة العدوية بيتم وفتحه من وقت للتاني بناء على الظروف الأمنية في الشارع المصري، والناس في المنطقة دي بدأوا يعني يتعايشوا مع هذا المشهد، بياخدوا بقى شوارع جانبية، بيحاولوا ان هم يتصرفوا اول ما يلاقوا الأسلاك الشائكة اغلقت ميدان رابعة. اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قال ان القوات اغلقت ميدان التحرير ومحيط رابعة العدوية تماما، منعت دخول المواطنين للميدانين خوفا من حدوث اشتباكات خلال المسيرات اللي في الشارع، فضلا عن تأمين المنشآت الحيوية زي مبنى التلفزيون زي السفارات والمتحف المصري والمنشآت الشرطية. في الجيزة تم إغلاق ميدان مصطفى محمود، ميدان النهضة، وفي تعزيز أمني أمام مديرية أمن الجيزة وكذلك أمام منشآت مختلفة، منشآت حيوية وهامة من الممكن أنه المسيرات تاخد قدامها وقفة أو يحصل أي تجاوز أمام هذه المنشآت، وبالتالي تم الاستعداد من الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة. معنا دلوقتي مرسلنا عوض الغنام من المنيا لمتابعة المشهد في المنيا. عوض، خلينا في الصورة عندك. أولا مساء الخير ريان، دعيني أبدأ من حيث أنا متواجد الآن في محيط مسجد الرحمن. هذا المسجد تاريخي الرهام خرجت منه كل القيادات التنظيمية الراديكالية التي مارست العنف على مدار الثمانينات والتسعينات، ليس في المنيا وحدها ولكن في كل الصعيد. هذا المسجد اليوم كان من المنتظر أن يعتلي يعني منبره خطيبا جديدا من وزارة الأوقاف حسب قرار وزير الأوقاف، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يتحقق. بعد تعقب انتهاء الخطبة مباشرة، دعا الإمام المصلين إلى الاحتشاد أمام المسجدي عمر بن الخطاب ومسجد الرحمن، وهذان المسجدين يمثلان المعقل التاريخي للجماعات الإسلامية. المسجد الأول هو الرحمن، ده اللي هي الجماعات الإسلامية الجهادية والجماعة الإسلامية، أما مسجد عمر بن الخطاب هو معقل جماعة الإخوان المسلمين، والمسافة بينهم لا تزيد عن يعني عن 500 متر. عقب التقاء المتظاهرين اللي خرجوا من المسجدين أخذت المظاهرة يعني طريقها الآن لتطوف بعض الشوارع الرئيسية في محافظة المنيا، رافعين الشعار المعروف لربعة ومرددين هتافات من نوعية أن الهوية هي هوية إسلامية رغم أنف الداخلية ورغم أنف العلمانية. من الشخصيات ريهام التي نالت هتافات سلبية في هذه التظاهرات اليوم بشكل مكثف هو الشيخ علي جمعة مفتي مصر السابق. حتى هذه اللحظة هذا هو يعني إجمالا. ليه عوض؟ يعني إيه الهتافات ضد الدكتور علي جمعة؟ ربما في مسيرة النهاردة. نعم، ربما لموقفه الذي يعني وصف فيه أو شخص فيه حال ما يسمى بالجماعات الإسلامية بأنهم خوارج وأنهم متطرفين وأن سلوكهم السياسي لا يمثل الإسلام لا من بعيد ولا من قريب. والرجل بهذه يعني هو يمثل قيمة إسلامية دينية عظيمة، هو كشف عورات تلك التنظيمات. هناك كردونات أمنية أيضا إرهام في محيط المصالح العامة ومراكز الشرطة في أنحاء المحافظة، لكن على مسافة قريبة من حركة المتظاهرين لم أجد أي يعني تواجد أمني، وربما هناك تساؤلات أخرى بخصوص الحالة الأمنية وحماية الكنائس. كما تعلمين هنا عدد كنائس كبير هنا في المنيا، تساؤلات غيرها سأحملها في بعد قليل. في أي يعني تواجد أمني أمام الكنائس في المنيا؟ أمام الكنائس هناك، لكن في محيط حركة المتظاهرين لا يوجد أي تواجد أمني. إجمالا هناك يعني تساؤلات خاصة بالوضع الأمني هنا في المنيا سأحملها بعد قليل إلى مدير أمن المنيا في لقاء سيجمعني به بعد قليل. هذا ما لدي حتى هذه اللحظة يعني. يعني الكنائس في المنيا خاليه لا من التامين؟ لا، هناك تامين، هناك تامين، تامين عادي. هناك تامين على الكنائس وعلى المصالح الحكوميه وعلى مبنى المحافظه وعلى مراكز الشرطه وعلى مديريه الامن، يعني المصالح الاستراتيجيه الهامه في المنيا فيها تواجد امني مكثف، لكن في محيط المسيرات حركه المتظاهرين لا يوجد اي تواجد امني.
طيب الأهالي أخبارها إيه؟ يعني هل في أي مناوشات حصلت ولا الأمور بتسير بشكل طبيعي، ولا الأهالي قرروا إن هم يعني الساعات اللي إحنا فيها دي يعني ينسحبوا من الشارع؟ ربما يعني الذي يجيب على سؤالك هذا ريهام هو حجم المتظاهرين، الحجم كان قليل يعني استطيع ان اوصفه بالمئات او ربما بالعشرات، وبالتالي لا يوجد تفاعل من الناس ومن الاهالي تجاه مثل هذه الدعوات، ربما لان الناس ملت ولان هذه التظاهرات لم تضف جديدا ولم تحدث اي جديد في الشان الخاص بحياه الناس وبهمومهم الاقتصاديه واليوميه، لكن كنت يعني مررت على عدد من المقاهي كنت ارى بعض المشاحنات الخفيفه التي تحدث من اكثريه الناس ومن قله من الناس بشان ما حدث في 30 يونيو، هل هو انقلابا ام هو ثوره؟ كنوع من المداعبات من الاهالي يعني، لكن لا تصل لاي احتكاك او حاله من التشنج، لكن الملفت للنظر والملفت للعيان هو أن الأعداد التي تسير في المسيرات الآن أو في المسيرة هي مسيرة واحدة أعداد قليلة يعني أوصفها بأنها يعني في حدود المئات على أعلى تقدير. بشكرك عوض الغنام مراسلنا من المنيا، هنتواصل معاك الساعات اللي جايه علشان نعرف اخر اخبار المنيا. المنيا زي ما عوض الغنام قال في المعلومات اللي وفرها لينا عن المشهد في المنيا مليئه بعدد من الكنائس، وبالتالي كان متوقع ان يكون في تكثيف امني اكتر من التامين العادي في المنيا، ولكن التامين العادي هو المسيطر على المنشات الحيويه في المنيا، على الكنائس اللي موجوده في المنيا والمسيرات ومحيط المسيرات، لا يوجد فيه اي تامين تقريبا زي ما عوض الغنام قال لنا. هنتابع جولتنا الإخبارية. في أول زيارة خارجية ليه الببلاوي في الإمارات النهاردة على رأس وفد رفيع المستوى، ودي أول زيارة خارجية بدأها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي للإمارات. الزيارة هتستمر لمدة 3 أيام، هيكون في مباحثات مع كبار مسؤولي دولة الإمارات على رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد. المباحثات طبعا هتكون عن العلاقات ما بين البلدين، وأكيد هتتطرق للمجالات الاقتصادية والتجارية في ضوء المساعدات اللي بتعتزم الإمارات أن تقدمها إلى مصر في الفترة اللي جاية، فضلا عن مشروعات تم الحديث عنها، مشروعات استثمارية في مصر من الممكن أنه يتم تنفيذها في الفترة اللي جاية في مصر في إطار خطة التنمية في مصر وزيادة العلاقات ما بين البلدين. معنا دلوقتي على التليفون الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور. مساء الخير يا دكتورة بسنت. مساء النور يا فندم. دكتورة بسنت، يعني تعقيب حضرتك على زيارة الدكتور حازم الببلاوي النهاردة للإمارات، الزيارة اللي هتستمر 3 أيام، سيتم التطرق للأمور الاقتصادية والتجارية ومشروعات أيضا استثمارية كنا سمعنا عنها في الفترة الأخيرة. والله أتمنى أن الزيارة فعلا إن شاء الله تبقى موفقة، لأن إحنا أهملنا الملف الاقتصادي فترة طويلة والحكومة بقى لها أكثر من 100 يوم، لكن الملف الاقتصادي الحقيقة ما ظهرش منه ما يفيد الشعب خاصة الطبقات البسيطة والمتوسطة. دولة الإمارات دولة من زمان بتستثمر في مصر، والزيارة دي الحقيقة أنا أعتقد أنها متأخرة، لكن كويس أنها جت ونبتدي بقى نعمل مشروعات استثمارية، لأن مستوى البطالة في مصر ارتفع بشكل قد يكون من الصعب التحكم فيه مستقبلا. الفقر زي ما حضرتك شايفة، الأهداف اللي قامت عليها الثورة مش ولا هدف حقق حتى الآن. فأتمنى أن هذه الزيارة يثمر عنها استثمارات فعلا تساعد على تخفيض حجم البطالة، أنها تعمل تشغيل، تعمل تحكم شوية في حجم الأسعار. أنا اللي أسمعته الحقيقة أن دولة الإمارات هتستثمر في بناء من ضمن الاستثمارات بناء صوامع، وده موضوع مهم جدا، لأنه إحنا ممكن ننتج القمح لكن لو ما عندناش صوامع مش هنقدر نخزنه. فإن شاء الله الزيارة تبقى ثمارها جيدة، وأتمنى إن الدكتور ببلاوي يعني يحسم الأمور عند رجوعه، يعني نبتدي نتحرك بقى في الملف الاقتصادي.
طيب دكتورة بسنتي، بعيدا عن تفاصيل الزيارة وتوقعات حضرتك لنتائج هذه الزيارة، كان في دعوة النهاردة للصلاة أمام كنيسة الوراق؟ طبعا، شوفي حضرتك اللي حصل. طب وتمت الصلاة ولا ما حصلش؟ أنا لسه الحقيقة ما عنديش آخر أخبار، لكن طبعا ده موضوع مهم أوي. لا يصح أبدا أن يظل الشارع بهذا الشكل، وبرضو أنا بطلب من الدكتور ببلاوي يلتفت شوية إلى موضوع أمن الشارع، لأن فعلا القوات المسلحة بتقوم بدور كبير جدا، البوليس كمان بيقوم بمجهود، بس الحقيقة لازم نخلي بالنا أن دي فتنة وأن دي حرب على الإرهاب، وأن في أماكن يجب أن تؤمن، من ضمنها ومش عايزة أقول من أهمها الكنائس والمساجد، الأماكن اللي ممكن فعلا تثير مشاعر الناس. فإن شاء الله الأمور تستقر، بس أرجو أن برضو أنا عارفة أن الداخلية مرهقة، لكن شوية مجهود زيادة وتعاون مع الشعب بإذن الله الأمور تعدي. بشكرك الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، وتمرد ما حسمتش موقفها لحد دلوقتي بشأن إنشاء حزب سياسي. موقف إنشاء حزب سياسي لتمرد أثار جدل في الفترة الأخيرة، ولكن تمرد على لسان المتحدث الرسمي لها حسن شاهين، قالت إن الحركة حتى الآن لم تأخذ القرار، إلا أن الأمور ما زالت قيد المناقشات، في حين إنه السعي الحقيقي الآن بيتركز على ضرورة إنشاء كيان وطني في هذه الفترة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت مظلة التمرد من خلال تجميع الصفوف الوطنية، تجميع الصفوف الثورية في كيان واحد يكون قادر على التعبير عن آمال وأهداف 30 يونيو وطلبات الشعب اللي نزل في 30 يونيو. التصريحات دي كانت عقب لقاء عدد من أعضاء حملة التمرد المركزية في القاهرة مع أعضاء الحملة في أسوان امبارح في إطار جهود العمل التنسيقية في الفترة اللي جاية. خلينا نعرف الموقف بشكل أكثر دقة من خلال الأستاذة مي وهبة، عضو المكتب السياسي لحركة تمرد. مساء الخير أستاذة مي. أستاذة مي حضرتك سمعاني؟ طيب فقدنا الاتصال مع أستاذة مي وهبة، هنحاول ان احنا نتواصل معاها نعرف اكتر وبدقة موقف تمرد من انشاء حزب سياسي وضرورة وجود كيان وطني واحد بيجمع كافة القوى الثورية والسياسية في هذه الفترة لخوض الانتخابات البرلمانية، زي ما قال المتحدث الرسمي لحركة تمرد حسن شاهين. في 95 شخص مطلوب ومحكوم عليهم، تم ضبطهم ومشتبه فيهم أيضا في عدد من الحوادث الإرهابية والإجرامية، تم ضبطهم بالفعل في شمال سيناء في إطار الحملة الأمنية الموسعة اللي بتتم في شمال سيناء، وهذه الحملة طبعا لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين والهاربين والمطلوبين في تنفيذ عدة أحكام وموجودين في شمال سيناء، والقضايا مختلفة ومتنوعة المنسوبة لهم. وفي خطة تانية بالنسبة لشمال سيناء، الخطة دي لتنشيط الدعوة في مساجد شمال سيناء، تنشيط الدعوة بناء على الوعي بشكل أكثر للأئمة للدعاة في محافظة شمال سيناء، خاصة خطب الجمعة وما يحدث من خطب الجمعة اللي أحيانا كثيرة بيتم استغلالها، زي ما قالنا دلوقتي عوض الغنام الإمام في إحدى المساجد في المنيا دعا المصلين الاحتشاد أمام المسجد وأمام مسجد آخر أثناء خطبة الجمعة، استغلال المساجد واستغلال واستثمار وجود عدد من المصلين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، على اختلاف وجهات نظرهم وأفكارهم، إزاي بيتم استغلالهم للحشد أو لتبني فكرة وتبني وجهة نظر معينة. وزارة الأوقاف في شمال سيناء بدأت فعلا في أنها تاخد خطوات وإجراءات تجاه تطبيق الخطة في واحد من أهم المساجد وهو مسجد بالعريش، على أن يتم تعميم الخطة بعد كده على مختلف مساجد المحافظة.
ويتم توزيع كبار الأئمة على المساجد لإلقاء خطبة الجمعة والدروس الدينية بأسلوب مختلف، بأسلوب غير نمطي، بأسلوب ممكن أنه يكون فيه سهولة في تبني الأفكار وتوضيح الأمور الدينية للمواطنين بأسلوب سهل بيحترم عقول المواطنين بدلا من الخطب والدروس التقليدية. شمال سيناء كمان الحقيقة عندها معاناة مختلفة، ليست فقط المعاناة في المساجد، طبعا المعاناة من الوضع الأمني، الأوضاع السيئة اللي بيعيشها أهالي سيناء، وإن كان زي ما مراسلينا بيوضحوا لنا من وقت للتاني أنهم بدأوا يتعايشوا مع هذه الظروف، بيساعدوا قد ما بيقدروا القوات الأمنية في مهمتها وفي عملياتها الموسعة للقبض على مشتبه فيهم أو متورطين في أعمال إجرامية وأعمال إرهابية. الدراسة في سيناء كل الفترة اللي فاتت دي مع بدء العام الدراسي، الدراسة في سيناء كانت مؤجلة تقريبا في كل مدارس المحافظة، ولكن في قرار تم فعلا أخذه مع بداية يوم السبت هتكون بداية الدراسة، وده بناء على قرار اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أكد أنه كل المدارس في سيناء هتبدأ في العملية التعليمية في وقت واحد، لأنه تأجيل الدراسة كان في جميع المراحل التعليمية في المحافظة لأكثر من 4 مرات، وطبعا الظروف الأمنية وعدم الاستقرار وعدم السلام وعدم القدرة على حماية الطلبة والطالبات أثناء توجههم للمدرسة كان هو أهم الأسباب. سيادة اللواء شايف أنه دلوقتي من الممكن أنه تأمين الطلبة والطالبات أثناء العملية التعليمية جاهز، استقرار على الأقل في محيط المدارس من الممكن أنه يكون جاهز في الفترة الحالية، وكافي تأجيل الدراسة كل هذه الفترة. معانا هاشم مناع مراسلنا من الوراق، لأنه من المفترض أنه هناك صلاة كانت ستقام أمام كنيسة الوراق وواضح أنه الصلاة لم تقام. خلينا نعرف الموقف من هاشم مناع مراسلنا من أمام كنيسة الوراق. هاشم، إيه اللي حصل بالضبط؟ نعم، بالفعل كان من المفترض أن تقام صلاة بالأمس، تم دعوة إليها من بعض أطفال الشاشية وأيضا من داخل بعض أهالي وسكان منطقة الوراق للقدوم والصلاة أمام الكنيسة هنا لإعلان التضامن والقول أن منطقة الوراق ومصر جميعا ضد ما وصفوه بالإرهاب الذي استهدف الكنيسة وأدى إلى مقتل 5 أشخاص. أيضا تحديدا الصلاة أقيمت في مسجد قريب من الكنيسة لا يبعد سوى أمطار قليلة، تحديدا كان بعض التواجد لأعضاء حزب الدستور أيضا أستاذ خالد داود القيادي بجبهة الإنقاذ، يعني كل هذه الأشخاص الذين تواجدوا، ولكن الأعداد كانت ربما هي أعداد قليلة. جاءت في تعبير رمزي عن التضامن مع الأقباط هنا وتحدثوا مع كهنة الكنيسة الذين أكدوا جميعا على أن الوحدة الوطنية في مصر لن تقبل التفرقة بين المصريين بحسب كاهن كنيسة العذراء هنا في منطقة الوراق، ولكن كما ذكرت هي الأعداد لم تكن كبيرة وكانت فقط كتعبير رمزي عن التضامن مع الأقباط هنا. وانتهت الوقفة خلاص؟ هي ما زالت هناك بعض الأشخاص من المنطقة يتقابلون إلى الكنيسة بين الحين والآخر للتعبير عن التضامن وأيضا لمؤازرة الأقباط في مواجهة الإرهاب كما ذكرنا. طيب الوضع عندك إيه؟ يعني المرور، الأهالي، الناس بتسير بشكل طبيعي ولا في هدوء حذر في الشارع أمام كنيسة الوراق؟ نعم، هناك تحديدا تأمين مكثف أمام الكنيسة وبعض القيادات الأمنية المتواجدة أمام الكنيسة من أجل التأمين، وأيضا حركة الشارع تسير بشكل طبيعي، السيارات تسير بشكل طبيعي، ولكن هناك حاجز فقط أقيم أمام الكنيسة لاستقبال الحضور ممن يأتون من المنطقة وأيضا من غيرها من القوى السياسية التي أعلنت أنها ستأتي إلى كنيسة الوراق. هل في أي معلومات وردت ليك عن أي مسيرات اقتربت من الكنيسة أو في طريقها إلى الكنيسة ولا ما فيش حاجة من الكلام ده؟
لا ليس هناك أي معلومات حول مسيرات سواء مؤيدة أو حتى مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين، لا توجد أي مسيرات أو معلومات عن مسيرات قريبة أو في محيط المنطقة، تحديدا في منطقة الوراق لا توجد أي مسيرات. بشكرك هاشم مناع مراسلنا من أمام كنيسة الوراق. فاصل ونرجع ونستكمل المشهد من ميادين وشوارع مصر.